المهم انايا نديرو واحد شويه ديال خلى هذاك دابا ايام العيد الفطور اللحم الغدا اللحم العشاء اللحم. المهم انايا كاين القطبان ديال اللحم ما مقطعتهم مسكينه الصباح. ايوا انايا كاين القطبان ديال الكبده جبتهم خالتي البارح ديالهم باش نذوقو صافي. شنو اللي مزيان؟ واحد هي خطر. لا ماشي خطر، وقتاش كيكون خطر ملي كيكون مجمر ما كتشوي فيه ما والو وتخلي داك الفخر بوحدو كيشرب فهمتي. شوف القشابه ديال سيليا بحال قشابتي عادي تستلم اليوم المهمه الصعبه هي المهمه الصعبه مع هذا الصاد عادي لبس سروال ديال المراكشيين داكشي ديال الدقيقيه هاي على الحدا كاع الصباح نفطر الحم الناس تعمل الناس خداو قال لك المهمه الصعبه المهمه الصعبه عند عادل قالتي حدا باب جهنم قالت حدا العافيه في هذا الصيد هذا ولكن محلول الشرجم محلول الشرجم ها الطويب اللي ديالنا في الصباح ولكن حاجه وحده قررت اخويا انا غادي خصني نعيش في شي بلاصه مخلفه البحر وقررت ما بقيتش قادر على الدور جربتي دابا داري هي تبارك الله على بوتي شقا كتوحلي كنحل ودارنا اصلا هنا وليت دارنا تبارك الله على راه كثيره ما عرفتش شحال شحال في هذا المصيبه شحال من راه كثير ايوا اش نقول لكم اللي بغى يسيق وحلا اللي بغى يشقى وحلا اللهم شي حاجه صغيره وتكون في البحر ما بغيت نبعد والله العظيم عرفتي عادل شي بارت ما حدا البحر والبارطمان واخا كيك ساهلين بغيت تجمع شويه كيك تيم 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 الله يعطيني الجزاء البارطمان ومصلحه هنا رقي عرفتي عادل دير لي شي كادو ديال البحر شنو هي؟ البارطمان البحر جاب البارطمان قلت لك دير لي كادو زوين البارطمان شري لك تليفون البارطمان ولكن تكون خدام البارطمان وانا من ذاك النوع اللي ما خصنيش حاجه تبقى مسخه وما خصنيش حاجه ما كنصبرش خصني كلشي خصك داكشي والعيد اصلا ديما بحالك ديما العيد كتكون القضيه عاد الروينه ديال الحمام زعما هي زايده لها اشي لقينا المعزه واكله اركان لقينا فكرت هذاك ديك العيد في الاركان يعني راه كانت كطرع كطرع في الجبل والمهم الصحة والراحة فطوركم عواش المغاليكا شوف هادوك شوف 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 الشوطيو شنو هما هادو؟ اش من اش من ايوا مقابلين لك التصوير هاك كنشوط انايا راه اللي عسري عسري كنحاول ندير كلشي بعدي و سيري اللي كيلبس سيري سيري كتلبس البلغا سيري ماما نفس القشابه شكون تيلبس البلغا شكون؟ بنتي سيري وماما جاي البريكوم بو بالقشاشب ادخل من هاد الشيء تبارك الله صايب هاد القديد القديد ديال ماما شنو درتي فيه ماما في العطريه؟ الملحه والعطريه الثومه والربيع الربيع وهذاك البصله بقى ديريها شويه بشويه وتحطيه في الكوكا وتخليه يخمر حتى يشرب مزيان حتى الغد ليه ولا حتى الليل يبات يبات في هاد الشيء عاد ديك الساعه نشري خليه يخمر بحال هكا مسكينه درت لها نص ديال الحاولي كله قديد حيت راه عزيز عليا القديد صافي تخمري بحال هكا وتخليه وغطيه يبات فيه صافي الصباح نشري نمشي معاك ساعه كمان في الشمس ان شاء الله صافي هادي غنلوحها لوحيها ثم هاديك صافي
تبارك الله زوين ريحته مسكينة تتعجنو ايه باش تدخلي لها العطريه باش ما تبقاش بلاصه فيها العدم ما تخلطش العطريه صافي يا اختي نطلعو نمشيو نشرو ما تديوش على نظر شد بهم شحال كنتي نمشيو اختي نشرو القديد حنا كنقولو القديد بالشلحه القديده اللي صايبات ماما شو اختي نشرو هكا ما في السطح مشي يلاه تنشف ليا شويه اليوم تقطر وتنشف ولا غدا لي عاوتاني ندوز عليها الشميشه باش غدا لي ان شاء الله في العشيه غنجمعها باش نمشي في حالتي البراني كوبتو البلاد واختي حنا ولينا برانيين انا ماشي ليه انا اختي ساليت عرفت هاد البانيو بقات فيه هاد البصيله هادي واحد الرويحه ما عرفتش كتبان لكم بصيله واحد الرويحه واحد الريحه غزاله ماما كتصايب القديد يم يم صراحه عادي ما تاكلش القديد ولكن ملي شاف ماما الطريقه باش طيبته قال لي الطريقه ديالها مرقيه واعره غادي ياكل قال لك اي حاجه طاب فيها القديد واخا يكون كسس واخا يكون اي حاجه قال لي وغنحاول ندوق معاك القديد باش نعرف المذاق ديالو حيت ما كانش كياكلو من قبل المهم هما الجديده ديالي اختي درتهم شويه هما ماشي كثار ولكن انا كنحمق على الجديد ديال ماما صراحه راه دابا شي صايبتو اللي كانت عندي في داري ولكن هاد العيد اللي دازو ولكن ماشي كثير ايوا ماشي كثير نطلع تحت نشوف اش راه الحك راه ركبني ماما ديك لا ماشينه لافي دابا راه خدامه عندها بتسارة خالتي تسارو تكست بيست مين يستردي جمع عليك بيست كي جمعنا وحدي ايوا لما شنو بخدا ما درت لها غير واحد البروغرام ديال واحد البروغرام ايكونومي ولا ما شنو كيتسمى اقتصادي هاي فين درت امر هنا عند الدنيا شوف الشحيمة تبارك الله هنايا في لاكور ركبتها لها هنايا و دابا راه كتنشف غير هي حاجه واحده عندنا الروتور ديالها درنا حيت كاينه تما واحد المجا فين هي ما لقيتهاش في الكاميرا ديالي هادي مجرى يعني خليناها بحال هكاك الروتور ديالها بحال هكا طلقات ما فهمتا حتى من بعد يزيد لها عاد واحد لاكورش في هذيك لاكورش ديالها باش قد وصلت للمجرى بالضبط ما بقاش تعمرت ليا بالماء سيري هي وماما جالسين انت يتفرج غير غازين كنلعبوا كيلعبوا كيتفرجوا شنو دار مشى نعس ضربها بنعسه وخلانا حنا بغينا نخرجوا نتفرجوا بجنب ومضربها بنعسه وخلانا خليها نشكي الرعايه ما كدافع عليك خليها نشكي الرعايه اجواء في مدينه التيره ماشي البلاصه اللي ساكن فيها حنا خلينا وجينا خرجنا تمايا شفنا الاجواء كيفاش دايره قلنا نجيو هنا نتفرجوا شويه نشوفوا شنو كاين عاد باش غنرجعوا لتمايا نكملوا انا الصراحه كتكون واعره هادي البلاصه اللي كيدار فيها الديفيلي العالمي ديال بوجلود والكرنفال وديك الشيء
بزاف. Célian, regarde, il y a quelqu'un ici. Woo!
شهر وشهر وياك. الأجواء بالمباشر. الأجواء بالمباشر معكم سراي كنصور مباشر. تما واحد العيد زوين كان العصا، كان العصا الله الله العصا. حنا تابعين الهدية ديال هذاك الصاروخ، ما عرفتش واش غنقدر نوصل ليه نصورو ليكم ولا لا. هذا ديال الانجليز ولا ما عرفتش شنو ديما تيديروهم كل عام. هذا بالحداش وحنا شادين طريق مع